بطبيعة الحال تنقولوا النظام يعني نمط العيش في رمضان هو نمط خاصو يحترم سميتو الخصوصيات ديال الجسم. الخصوصيات ديال الجسم شنو فيهم؟ فيهم سميتو النهار وفيهم الليل. انت نقولوا مثلا النهار فيها سميتو اليقظة، فيه الخدمة عادية، فيه مثلا يقدر الإنسان ينعس من بعد الظهر، ما يسمى بالقيلولة، ممكن هذيك مهمة لأن واحد نص ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة مزيانة ليه سميتو الجسم ديالو. ثم بالنسبة لليل ما خاصوش يسهر، لأن السهر قد يؤثر على 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 النشاط ديالو اليومي العادي، وقد يؤثر على حتى الجسم ديالو، لأنه أولا هو خرج من واحد الفترة ديال النظام الغذائي اللي هو معين، أو نمط معين إلى واحد النمط آخر اللي هو مختلف. يعني زاد النظام الغذائي غادي يتبدل، زاد النعاس هو ما غاديش ينعس، إذا غادي تكون تأثيرات اللي غتكون عندها انعكاسات خايبة على الجسم ديالو، وبالتالي خاصو ينعس في الوقت صلى التراوح يجي ينعس بحالو، ها؟ ينوض مع الفجر يصلي، بغى ينعس ينعس، بغى المهم على حساب سميتو كله وكيفاش يتعامل. المهم خاصو على الأقل ديك 8 ديال السوايع، ما بين 7 حتى 8 ديال السوايع ينعس. بالنسبة للدراري الصغار خاصهم تقريبا ما بين 10 من 8 ديال السوايع حتى 10 ديال السوايع خاصهم في النهار ينعسوا، هذه باش يكون هناك توازن فسميتو في الجسم وما يكونش اضطرابات. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.